نزل بك وخلف الدنيا وراء. سيفتقد الفاعل الحقوقي الوطني فاعلا أساسيا في مجال النظام الوطني لحقوق الإنسان. سأفتقد صديق قديم لما كنا خاصة بالمنظمة المغربية حقوق الإنسان في مسارات العدالة الانتقالية إلى هيئة الإنصاف المصالحة، ما بعد هيئة الإنصاف المصالحة، توصيات هيئة الإنصاف المصالحة. وكما قلت منذ قليل سنفتقد مشاغبا في مجال حقوق الإنسان. هي ليست فقط خسارة عائلية، ولكن هي خسارة وطنية وخسارة الحركة الثقافية والحقوقية سواء على المستوى المغربي والعربي والدولي. هو الأخ شوقي راكم كتعرفوا 40 سنة هو ندر حياته كاملة للقضايا ديال حقوق الإنسان، سواء في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سواء في هيئة الإنصاف والمصالحة، سواء في كمندوب وزاري لحقوق الإنسان والتقارير الإنجاز الموضوعاتية حول حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي. كان آخر مشروع دياله هو إتمام السيرة الذاتية دياله، كذلك كان الجزء الثاني. والمشروع اللي كان يعني هو على فراش الموت أنه يتنقل المشروع ديال حقوق الإنسان للجامعات والمؤسسات الجامعية، بمعنى قضية حقوق الإنسان ليست هي قضية ديال النخبة المعزولة، ولكن هي قضية ديال هذا الجيل اللي خصو يعرف الحقوق ويدافع عليها ويناض من أجلها. فهي خسارة. تنبغي نوجه الشكر الجزيل والامتنان الكبير لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الرعاية ديالو وعلى الدعم ديالو وعلى المساندة ديالو طيلة هاد الأربع أربع أشهر ديال المرض ديالو. وإنا لله وإنا إليه راجعون.